افتتحت مديرية الأمن العام في العاصمة عمان المتجر الدائم لعرض وبيع منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل كأحد مشاريع التأهيل الحرفي المعتمد لدى مراكز الإصلاح والتأهيل. ضمن سياستها الإصلاحية جاء افتتاح المتجر الدائم لمنتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتمكين النزلاء من بيع منتجاتهم بشكل مباشر وبعائد لهم بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم الحرفي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. مديرية الأمن العام تقوم بتأمين جميع المواد الأولية لهذه المنتجات، الهدف منها حتى نأهل النزيل لما يتم الإفراج عنه يكون عنصر فاعل وإيجابي داخل المجتمع الأردني، أيضا نوفر له مهنة شريفة حتى يوفر الدعم المادي بالنسبة لأهله. هذا الموقع دوامه بشكل يومي من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 مساء، إن شاء الله ريع هاي جميع هاي المنتجات يعود على النزيل بالدرجة الأولى. وسيكون المعرض متاحا للزيارة وشراء المنتجات المعروضة بشكل مباشر، مما يتيح فرصة تسويق هذه المنتجات ويحقق مصدر دخل للنزلاء وأسرهم ويعود عليهم بالنفع والفائدة. هذا بيوفر دخل للنزيل أو النزيلة، بيوفر حياة فضلة، بيوفر حياة كريمة لهم حتى هم يستمروا بالعيش، حتى لما يطلعوا يكون في إيده مهنة أو بإيدها مهنة وما يرجعوا للعودة الجرمية. وهذه من يعني حقيقة من أفضل الأشياء ممكن نعملها بتوافق مؤسسات المجتمع المدني مع الأمن العام. تعد مبادرة صنعة بعزيمة اللي قامت فيها وقدمتها مديرية الأمن العام مشكورة، واحدة من أهم المبادرات الوطنية لمراكز الإصلاح والتأهيل. يشار إلى أن المنتجات التي سيتم بيعها من خلال المتجر تشمل الخزف والفخار والأثاث المعدني والخشبي والتحف والهدايا والرسم والفن التشكيلي، بالإضافة إلى المطرزات والإكسسوارات والترقي على النحاس.